قلت لكم ساير مسير على بيت مسير على بيت يضم العرب كلها او بيت تضم الناس كلها، لكن اتضح اني انا غلطان. انا في بيت يا غير البيت هذا طالت عماركم يضم كون، يا سلام، كون كامل بين جنبات هالبيت. انا عند الدكتوره الغاليه رفيعة. يا مرحبا بخالد، وزيارتك تاخرت، شو اسوي عاد؟ هذا عاد بيت البنات ومتحف المراه، وانا اعتز ان الامارات فيها اول متحف للمراه، اول دوله احتفلت بالنساء نحن، والحمد لله ان الله الهمني هاي الفكره، رغم اني انا طبيبه كما تعرفوني، طبيبه نعم. نفسيه واول دكتوره، اول طبيبه نفسيه، نعم، واول رئيسه جامعه واول عميده، كل هذا اول اللي تعودنا عليه من صاحب السمو الشيخ محمد الله يحفظه. في الدار الاول اول من وثق لي دور النساء، نساء الامارات في السياسه. اعطيك امثله، عندنا هني ام الشيوخ الله يرحمها الشيخه سلام القطي، والده الشيوخ زايد وشخبوط وخالد وغزان. هذه المراه نحن بحثنا في تاريخها ووجدنا ان لولا هذه السيده لما استقرت الامارات، لها فضل في وحكمه في ان جعلت بين ابنائها موده ورحمه، وانهم تناقل او انتقل الحكم من شخص لاخر بكل اريحيه. نعم. وعندنا الشيخه حصه، يده الشيخ محمد نعم. الله يحفظها، حصه بنت المر ام راشد بن سعيد، اللي قال فيها الشاعر العقيلي: يا حصة فاق كل الحصة جوهرها يتيمة العقل والباقي تنابيله، إن كنت للمجد قد أنجبت أو سمت. الشيخ راشد والشيخ خليفة، فأنت للمجد فوق الهام. لماذا الشيخة حصة وثق تاريخها في شعر شعراء المرحلة اللي هي سنة 1925 وطالع؟ نعم. هذه المرأة عانت زوجها على الحكم في وقت كان الحكم فيه بعد يعني يواجه كثير من التحديات، وكذلك نشأت أبنائها، وبالتحديد الشيخ راشد أن يكون حاكما لمرحلة قادمة نهضت فيها دبي. هذا الدور، أدوار كثير حقيقة من النساء هني، كلهم كان لهم دور في أن يكون الحاكم مستقر ووراءه امرأة قادرة على تربية قيادات جديدة لوطننا الإمارات. ما ننسى كذلك الحقيقة في التاريخ عندنا نساء رأس الخيمة. نساء رأس الخيمة حاربوا بعد ما يعني البارجة قتلت كثير من الرجال، هم دخلوا في الليل وبرماحهم المستعدين بها جتلوا عدد كبير من الجنود الغازين إلى ذلك في ذلك الوقت. نحن نقول هذا التاريخ عشان يبقى عندنا اعتزاز واعتداد بتاريخنا كله نساء ورجالا، والحقيقة الواحد يوم يبحث يجد من القصص ما يستحق. عندنا طبعاً الأهم في وقتنا الحاضر من رفعت من مكانة المرأة من خلال كل التشريعات، أم الإمارات الله يحفظها الشيخة فاطمة، شهدت لها الصحافة الأجنبية قبل صحافتنا. الأوسمة ما يكفيها متحف، لو سوينا لها متحف. الأوسمة اللي أخذتها الشيخة فاطمة شهادة من العالم كله على دورها الريادي في ليس فقط يعني للإمارات، ولكن الشيخة فاطمة الله يحفظها استطاعت أن تكون القدوة لنساء أخريات في الوطن العربي، ويعني احتفظت بقيم مجتمعها بالإضافة إلى ما يتطلبه العصر من تعليم وتحديث وتوجيه. هذا هو الدور اللي احنا نعتز فيه، واللي هو سهل وفتح لنا الأبواب. أنا ما كنت بصير رئيسة جامعة لولا أن الشيخة فاطمة أعطت الضوء الأخضر للنساء الإمارات يستحقون المسؤولية وقادرين على حمل المسؤولية. تاريخ التعليم كل حد يعرفه، لكن نبغى بعد نقول هني قصص أخرى في موضوع التعليم. التعليم بدأ بدعم من الكويت، وهذا دور نقدره ولا ننساه أبدا، عام 53. ثم بعد ذلك بدأت الكويت في أول الشارجة في أول مدرسة 54، وعقبها نشوف هني في دبي أول ما بدأت المدارس كان في الأهالي تردد، مما يعني دفع الشيخ راشد أن يطرش بناته، و مباشرة الأهالي ودوا بناتهم المدارس. اللي أبغى أقول هني القائد له دور، مو بس في الحكم، حتى في حركة المجتمع اليومية.
دائما الناس تنظر إلى قدوة، وهذه القدوة هي التي تحرك المجتمع، والحمد لله إنكنا. لكن ما ننسى اللي درسونا قبل، ولا ننسى أفضالهم، الفتحة والأمجازيم، وبعدين دخلنا دور الكويت ودور الشيخ راشد والشيخ زايد. وشوف هني خالد، الشيخ زايد كان كل خريج يعطي 50,000 وساعة وميدالية. كم يعني هذا الموقف، كل ما أتأمله أقول يعني لهالدرجة الحاكم هذا يرى في كل وسائل تشجيع الإنسان على التعليم. عندنا الشيخة هند الله يحفظها، اللي هي داعمة لكثير من المشاريع الإنسانية والتعليمية والمجتمعية، بغض النظر أن مثلا لم يعني تحرص على أن يكون في مؤسسة تعني بهذا، هي بصفتها الشخصية قائمة بكل هذا. هذا المكان خالد وايد أحبه، وكل الناس اللي يجون يتوقفون عنده، لأن رمز، هذا رمز أهلنا، البراقع اللي نعتز فيها واللي لبسوها أمهاتنا وجداتنا. ولذلك كتبت أنا هاي الكلمة: تحية لتلك الوجوه الوقورة التي تغطت بهذه البراقع، تحية لتلك الملامح التي وإن بدت متوارية خلفها إلا إنها لنساء أنرن دروب حياة أبنائنا بوهج المحبة. تحية لجداتنا وأمهاتنا وخالاتنا وعماتنا التي أسهمنا بفطرتهن الخيرة وبصيرتهن النيرة وأيديهن الخضراء في خلق حياة جديرة بكل التقدير والاحترام. لولاهم ما طلعنا نحن هذا الجيل الذي تحمل المسؤولية الأولى منذ قيام الاتحاد. جيل الله يسلمك، اللي أهدوني البراقع أولهم الشيخة حمد بنت محمد الله يحفظها، أم خليفة، وعندنا مريم بنت سالم أم الشيخ حميد الله يرحمها، الشاعر عوش بنت خليفة، من مقتنيات اللي أهدوني أهلها كان بينهم برقعها، وخالتي حصة بنت حسين الله يعطيها الصحة والعافية، ورفيع بنت أحمد، هاي من جيل صغير بتلاقي برقعها يدوب خط، عوش بنت حسين اللي هي والدتي، وفاطم بنت حسين خالتي، وسعادة بنت فيروز الله يرحمها من اللي ربونا، وآمنة بنت إسماعيل، ومريم بنت غانم. أسماء كثيرة، بس هذا اللي بداية توثيق الأسماء للبراقع. والحقيقة يعني أنا حطيت كل ما يتعلق بالبراقع، وكل هذا هدايا. أنا أقول لك هاي المصقلة هاي نوعين. أول كانوا يعتمدون على المحارة، وعقب يوم تطوروا وشوية، كل قطعة في المكان هذا هدية من حد. ولذلك المكان هذا يحمل قصص أسر كثيرة في الإمارات. يعني إحنا هني لوينا عند هالخراوشين اللي أنا أحب أشوفهم، اللي جايبت لي الميزان مال ما أدري وشو، يزنون لولو ولا غيره، واللي جاب لي العود، واللي جاب لي المخمرية. وهني الله يسلمك، المخمرية هاي على فكرة هاي يقال عنها لوقة، اللوقة اللي يحطون فيها حتى ما تنحط في مضرب، لازم لوقة من هذا النوع. خلني أراويك من هني الله يسلمك. وهاي العطور هدتني إياها سهيلة بنت الشيخ، اللي براويك صورتها هني موجودة والله يعطيها الصحة والعافية. سهيلة شاعرة وسيدة أعمال وامرأة قديرة وجديرة بكل احترام، ولذلك يعني موجودة في أكثر من موقع في المتحف. إن شاء الله لي لقاء وياها. أي. وإذا أنتوا تبون عادة قصص اللي تعيب الحريم هني. الله أي الحريم هني يوني يعيبهم الذهب. بس بخبرك عن سوالف حلوة. يعني أنا بديت بذهب أمي الله يرحمها القديم هذا، وكنت أخبر الناس أني أنا بسوي متحف وأبغي. أول حقيقة من أهداني مدية بنت أحمد بنت محمد بن أحمد بن خلف العتيبة، ذهب أمها فاطمة بنت عبيد، ومدية هي زوجة الشيخ دلموج بن يمعه المكتوم، عتيبية طبعاً. أم خليفة قالت لي فالج طيب، وعطتني هذا الذهب الجميل اللي هذا الله يسلمك هني، ومكتوب عليه ملبوس العافية، وأظن أن هذا لبسته في عرسه كما أخبرتني بنتها الدكتورة الشيخة شمة. وعقب عطوني بيت الحبتور ذهب عوش بنت خليفة، هذا الله يسلمك، وهذا العقد اللولو اللي هو حديث، ولكن لأن كنا لازم نحط هذا هدية الشيخ محمد بن راشد لعوش بنت خليفة. نعم أعرف أن والد صاحب السمو والشيخ سلطان بن محمد أن تزوج 4 مرات، وكلهم بالصدفة اسمهم مريم. مريم من دبي، ومريم من الخان، ومريم من الشارجة.
فيبدو أن اسم مريم متبارك بالشيخ محمد الله يحفظه، الله يرحمه ويغفر له. سبحانك يا رب. يعني والد الدكتور الشيخ سلطان بن محمد مريم ما أخذ أربع حريم، هي الأربع بالصدفة طلعن كلهن مريم. كلهن مريم، نعم. سبحان الله، معلومة جميلة. وخلي تباشرون كلهم اللي اسمهم مريم اليوم. أي والله، يسعد حظ كل وحدة اسمها مريم. هني الله يسلمك، الذهب هذا كله صورناه وسويناه كتاب بالعربي والإنجليزي، وشرحنا كل ما يتعلق بنساء الإمارات. طبعا دكتورة نفسية، لكن اليوم عندها شغف بالتراث وبالتاريخ. وبعد يمكن هاي بالصدفة طلعت الصورة، هاي أنا لابسة ذهب أمي يوم التومينة، كان عندنا تومينة خاتم جزو عمة مطوعة، وهاي صورة مطوعة اللي درستني القرآن. هاي اللي في المسجد، نعم. كانت تذكريها؟ نعم نعم، هذه يسمونها الفريج فاطمة بنت الزين. نحن كنا نكنى باسماء أمهاتنا، بس هي فاطمة بنت ثاني بن عبد الله بن لوتاه. أيوة. وأمها بعد مطوعة زينة بنت ناصر بن عبيد بن لوتاه، وهذا بنات فريجنا اللي كان في ذلك الوقت. أنا ما أحيدهم، أصغر منهم، لكني أعرفهم اللي في الصورة. لكن اللي أبغي أقوله يعني أن نحن يعني إذا عندي وقت حق مشروع قادم إن شاء الله، الخيمة اللي درست فيها هني موجودة، بصير أسويها معلم لآخر مطوعة في الفريج. فاطمة بنت الزين الله يرحمها ربتني وعلمتني القرآن، ولذلك تأسست التأسيس الصحيح في العلم أو في الحياة. نعم، نحن وايد سعداء الحقيقة أن أهدتنا الشيخة حصة بنت مجتوم بعض من مقتنيات الشيخة شيخة بنت سعيد، وتباركنا بهاي المقتنيات. هذا اللون الأصفر والأحمر مميز في حياة الشيخة شيخة، اللي عنده صور لقصر الشيخة شيخة يلاقي هاللونين موجودين، لون في جمال وفي حياة وفي قوة كذلك. الشيخة شيخة لم يقتصر دورها على أنها أم فاضلة ومربية، أتيح لي أني أشوف صور لبيت الشيخة شيخة بنت سعيد، ولقيت هاي الألوان الجميلة المبهجة هو لونها المفضل. اللي أنا كأكاديمية وكباحثة أضيف إلى دور الشيخة شيخة الله يرحمها ويغفر لها، أنها كذلك شاعرة متمكنة، حصلنا على قصائدها. هي كذلك ساهمت في نهضة دبي من خلال التجارة والاقتصاد، ولها يعني في هذا دور بارع. لكن أنا تعيبني المرأة اللي عندها التجارة والمشيخة ومحتفظة بكل مقومات الجمال والأناقة اللي نشوفها هني، يعني شوف ما شاء الله الشيل المنقدة، وشوف البضاعة وفي والمرود وكل تفاصيلها، كل تفاصيل المرأة المهتمة بنفسها. ونحن بعد في الصحة النفسية كأطباء نفسيين، الإنسان اللي ما يهتم بنفسه يكبر ويعيز بسرعة. أنا هني في شيئين لازم أخبرك. تفضلي. خلني أول أخبرك عن هاي العباء اللي فرحت الشيخ محمد بن راشد في زيارته الثانية. هاي عباة والدته الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان. تفاجأ، قال لي من وين حصلتيها؟ قلت له من صديقة عزيزة اللي هي الشيخة صالحة بن زايد بن صقر. ويمكن كان الشيخ حمدان ولي العهد الله يحفظه تفاجأ بطول يدته في يوم شاف هذا البرقع. طبعا الناس كلها يعني الأول يوم يضربون بالوصف قالوا في زمانها لطيفة بنت حمدان، شخصية لها مكانة وهيبة بدون ما تتكلم، صمت. عندنا هني هذا الحقيقة اللي أنا وايد فرحانة في هذه من الهدايا اللي فرحتني، ثوب الشيخة حمد بنت محمد وبرقعها اللي ما أدري شو يسمونه هذا اللي عليه الذهب، والربط النيرات والشيخة حمد ببيت شعر. أيوة. نعم، هذا الجزء عن الرائدات الأوائل، بس يعني مو بكلهم اللي حصلت صورهم. بس هذا يهمني نساء الظل هذه، لا تعرف الحريم اللي يربونا ويطبخونا يتمون في الظل ما نعرفهم. أنا هني حطيتهم، يعني أنا هذه اللي ربتنا سعادة وكتبنا عنها أمي سعادة، وهاي المني وهاي حمده وخدية، هذه كلهم ناس أنا كتبت عنهم في مراجع كثيرة. أحصلت قصيدة في الشيخة حمد كاتبتنا عوشة بنت خليفة، من أبياتها تقول فتاة شرى شمس الضحى نور خدها ويكسي محياها وقار يزينها، وصدقت بنت خليفة الوقار اللي على الشيخة حمد ما شفته على حد.
طبعا احنا سوينا الثياب بطريقه فنيه، الدكتوره نجات مكي فنانه اماراتيه مبدعه، خذت الاقمشه وسوت منها لوحه. نحن اكتشفنا وعلمني بعد جمعه الماجد ابو خالد عن مزيد من الاسماء، 82 اسم للاقمشه، منهم طبعا بوطيره وبوتيله وبقليم ورادف خله. فالدكتوره شيء بقليم، شيء صالحني، هي وشيء ابو قفص، هذه مثلا وشب الروب وما ادري شو. هاي دكتوره، هاي العديد من الناس يقولون بوتيله، بوتيله اللي ارضيه تعاديه وفيها اي لون اخر، لكن طالما اللون ذهبي يقال عن الكندوره هاي بونيره. يا سلام، اليوم معلومه جديده لازم نسجلها. بس زين مني دكتوره واعرف كل هالسوالف. لا تنسى دمعه فريد بعد، هذا ثوب يده اخوي غانم الكبير اسمها تعبه، هذا فوق 100 سنه الحين عمره. دكتوره في ناس وايدين يتحرون الثوب لازم يكون نفس الكندوره. لا لا، هذا نفس الكندورة الحين. الحين ولا هو لازم؟ نعم، لازم الثوب بعيد كل البعد عن الكندورة. نعم، رحمة الله عليك يا حصة بنت أحمد. المهندسة حصة تفوقت في دراستها، أبدعت في عملها، أجزلت العطاء لمجتمعها. هذا كان دور المهندسة حصة الله يرحمها وتكون من أهل الجنة الحين. هاي هديه من متحف المرأة. شكراً. سويناها في 24 ساعة، خلينا الرسام يرسمها وخرجناها. يقين أنا لفت انتباهي نساء فضل. نعم. منو المقصود نساء فضل؟ الله يسلمك. وأنا أشتغل يعني كنت كل حين أتذكر من السيدات في السياسة وفي الاقتصاد وفي التعليم، ولكن تذكرت فجأة أن نحن يعني بعض البيوت ما ربونا أمهاتنا. نعم. كان في نساء في البيت شالين البيت وقايمين بكل الأدوار. نعم. بيطبخون وبيحمون الأسرة وبيربوننا نحن. من هالسيدات أنا أعرف مجموعة، فكتبت عنهم حمدة وخدية وأمي سعادة وأمي المني، وكتبت الحقيقة تاريخهم وكتبت عنهم في الموسوعة كذلك. يعني أنا مو مبهورة بالنساء العظيمات والقويات، لا، أنا مبهورة بكل إنسان له بصمة. نعم. وسوى شيء يعني، وهذه اللي سووا شيء الكثير لو بنحلل أدوارهم منو. فحبيت أني أذكرهم مني وحاطة الأشياء اللي تركوها وراهم، أشياء بسيطة، براقعهم، أغراضهم، صورة من مال دكتور. عادة تنكة هذه تي شيء منها فيها جلد. جلد. نعم. جلد لون بني غامق. صحيح صحيح. يعني هني هوية مسباحة خواتمها العاديات جداً، ولازم طبعا حتى بطاقاتها مال المستشفى، وظني عندهم لفت نظري بطاقة الشؤون الاجتماعية، كانوا يعني بعد ما استقلوا عن الأسر أصبحت لهم يعني بيوتهم، لكن هم باقين يعني باقين عندنا نحن وفي ضميرنا وفي ذاكرتنا وفي قلوبنا، وحبيت أنهم يكونون حاضرين لو كانوا نساء فضل. أنا الحين أبغى أخذك في رحلة جديدة أستاذ خالد. هذا الجزء مفتوح العام، المتحف كمل 10 سنين، بس هذا الجزء عن امرأة من دبي. امرأة كان لها حضورها في المجتمع، لها الحضور اللي بمعنى أنها محشومة من الجميع، أنها قدوة يقتدوا بها، لكن أنا اكتشفت كذلك أن لهذه المرأة تراث كثير أستطيع أن أعرضه في متحف من خلال مراسلاتها ومن خلال تواصلها. أنا بعطيك بس كم مثال، ناخذ الأمثلة اللي هني. هاي رسالة موجهة لهذه المرأة، هذا توقيع الملك فيصل، وعندها رسائل كثيرة من قيادات سياسية في ذلك الوقت. هاي رسالة من الشيخ خالد الله يرحمه حاكم الشارجة، راسلت جمال عبد الناصر، راسلت الملك فيصل، راسلت كثير من القيادات السياسية. فأنا مرة أقولها أمي أنت عندك تاريخ، ليش ما تكتبين قصتك؟ بعد وفاته لقيت أوراق أتاريها فعلا بدأت في كتابة قصتها، تقول هني أكتبها ولست بدارسة في المدارس الحديثة أو حاملة شهادة، ولكن مجربة، وأحب أن أوضح للجيل الجديد أن على كل إنسان أن يتحلى أولا بالأخلاق الحسنة وكرم الخلق، ويكون صغير النفس لطيف الكلام حتى يكسب قلوب العباد. ليس شيء يملك الإنسان سوى الأخلاق الفاضلة وحسن الخلق.
هذا يعني كفاية هذه الرسالة. وعندي رسالة هني الاسم كامل. اي الاسم كامل الله يسلمك. والدتي عوشة بنت حسين بن ناصر بن لوتا أم حسين الله يرحمها، بنت الشاعر حسين بن ناصر بن لوتا صاحب البيت المشهور اللي يقول فيه بالتبوزة والقلب ما بات يفكر ومتشوق الغالي مرا علي سبع ساعات أفرش فراشي ومرة أطويه. وله قصيدة ثانية اللي يقول فيها الشاعر حسين بن ناصر يعني نحن نعتز أنه من أحفاده، وكثيرين من عائلة بلوتا من أحفاد الشاعر حسين بن ناصر. تصادف أن أمي الله يرحمها أبوها شاعر وخالها شاعر اللي هو محمد بن ثاني بن قطامي. وأظني هذا نحن لهفتنا على العلم والمعرفة جاية من جيناتهم محبين للمعرفة. طبعا ما نهمش دور قوم بن غباش أكيد لهم لهم دور، لكن أنا أبغى أخبرك بقصة. أول بادي أسوعية بخدود هاي هاي مو بسويعي الله يسلمك عليك عليك واحد الحين هذا بشتبوية انتشارات الاسوعية عادة تعرف معدلين نحن محطوط الدال الكندورة اي نعم بغيت يكون ابوي موجود. هذا يقال عنه نفنوف. هذا هي نفنوف مال من نفنوف. زمان نعم إيه؟ بغيت اروي لك قصة. امي ما يوزلها الغلط وما يوزلها تقليل شأن اي مسألة. فالله يرحمها بن سوقات يوم عد قصيدة بص العيايز مر مشحون يتعلمن ديت ودياية وما أدري كيف، الحريم اللي في الفريج ثاني يوم ما ساروا ما ركبوا البص. ليش؟ استحوا من السخرية اللي يتم. فأمي دعت بن سوقات الثاني أخوه ودعت الله يسلمك سلطان سليمان اللي يسوي دور شحفان وقالت لهم عدوا ردوا على بن سوقات. قال لأخوه يا ذا الأخو كدرت مزيون من هالحكي كدرت باله، العلم لكبار مسنون لا خير في راعي الجهالة، راعي الجهل عاثر ومغبون هذاك اللي يرثى لحاله، هذا عذري كان ترضون كانك غلط في المكانة. المهم انه بعد هاي القصيدة شوية طيبه وخاطر الحريم. كان لها دور الله يرحمها كذلك في التجارة، ولكن ما يهنيها ان حرمة تكون بلا تجارة او بلا دخل، فكانت كلها قابضة لهم الحسابات وكلهم طلعت لهم رخص تجارية وكلهم هني مسجلين شو لهم وشو عليهم واساميهم. والحمد لله يعني هذا اللي يسمونه تمكين المرأة. المرأة كانت تمكن المرأة ما تغار منها، تبالها النجاح، وهذه منهن ترفع الثاني. نعم وهذه ترفع الثاني وتدعمها لين الآخر. نعم نحن حطينا مع خطة بناء المتحف لازم تكون أو لازم يكون زايد حاضرا فيها. كيف زايد وهذا متحف خاص للمرأة؟ والله هذا السؤال كل حد يطرحه علي. أنا تفكيري بأن المرأة في الإمارات ما كانت معزولة عن الرجال ولا عن قيادتها. وفي رأيي الأكيد أن لولا الشيخ زايد احنا بناخذ بعدنا 200 سنة لين نوصل للي وصلنا له. الشيخ زايد رفع شعار من أول ما كان بدايته في الحكم، المرأة هي عضد للرجل وهي شريكة في كل الأمور. ولذلك كان الله يرحمه ما في برنامج ما يطلع فيه في التلفزيون وما يشير إلى دور المرأة. ويمكن هاي الصور تأكد لك يعني شوف كل هاي الفعاليات الشيخ زايد حاضر في كل فعاليات الكشافة، المعارض اللي كانوا يسوونها النساء الأطفال. يعني الحقيقة أنا مثل ما قلت لك في السابق، القيادة يوم تتحرك بقرب شديد من المجتمع تنهض بالمجتمع بشكل سريع. جمعت كل ما قاله الشيخ زايد وترجمته للغة الإنجليزية، في كل مقولاته كان يؤكد على أنه إذا كان الإسلام انتشر المرأة من ظلمات القهر والاستعباد والجهل فوين دورنا نحن؟ فمن هني انطلقنا الحقيقة. ولكن طورت الفكرة أنا هني خالد، أخذت قصيدة جميلة قالها الشيخ زايد في الشيخة فاطمة، وأخذت كل بيت سويت لوحة مع فنان تشكيلي يقول أنا ما سعدت بطيب وقتي ولا حسيت إلا بوجودك، شفت وقتي ولذاته لك موقعا داخل القلب به حطيت حبك ملا قلبي اتحكم بنبضات. يعني نحن يعني نبغي بعد غير الدور السياسي للقائد نبغي نشوف دور
الجوانب الأخرى في حياته. نعم. فيوم حطيت هذه القصيدة وحولتها إلى مجموعة أعمال فنية، بدأوا الناس يقرون الشعر ويهتمون بهذه التفاصيل للشيخ زايد. حقيقة أنا وايد أعتز بهذه الغرفة لأنها تشد طلبة المدارس، يجون هني ويلسون ويسمعون، نحط لهم فيلم عن زيارات الشيخ زايد. فالحمد لله وفقنا في طريقة عرض، ولو أن المكان صغير لكن أعطينا الزبدة اللي نبغي نوصلها كرسالة للجيل الجديد. نحن الحمد لله، أنا دوم يوم أقول عن الإمارات كلمة، أقول نحن الله مباركنا في كل شيء غير الجغرافيا والتاريخ والنفط، مباركنا في قيادات سياسية قريبة منا ومتفهمة لحاجاتنا ويعني تتابع إنجازاتنا. يعني أنت تلاقي مثلا الشيخ محمد يشوف وحدة ما أدري شو مال ميكانيكا يتصل فيها، وهك يعني مثل هالمبادرات تعطي انطباع لإنسان الإمارات أنك أنت مو ببعيد عن هذا الحاكم، لو هو مشغول بقضايا كثيرة لكن عينه على هذه التفاصيل الصغيرة. الحين عاد الله يسلمك، هنا عندنا لحظة بس بقول لك السالفة، إحنا مغطين هاي الحرمة فنانة، إحنا سايرت لها أسوي عنها بحث عن العلاج، هي معالجة ولكن اتضح أنها مصورة، هذا جزء قليل من كاميرات عندها فوق 100 تصلح السلاح وتستخدم السلاح. لكن أنا واحد، أنا يعني من يوم تعرفت على خالتي منيرة من الشارجة وأنا منبهرة بنساء الإمارات، لأن اللي يقدر يسوي كل هذا ويبدع أحسن من الفنانين، حتى ما اليوم الفنانين التشكيليين في التصوير في صنع السلاح وفي العلاج وتعالج لين اليوم. يعني أنا براويك هنا شنطتها اللي استطعت الحصول عليها حق المتحف، عندها كل الأدوات، ولين أيام كورونا يجون الناس للعلاج، طبعا مو بس الكسور، تعالج الحساسية ومو بشيء تدربت عليه ولكن هبة من الله. يعني مثل ما هذا يقول الشعر وهذا يعرف في شيء، فهي بالإضافة أن عندها هواية البناء، عندها هواية البناء خبرتني عن هذاك المجسم، عندها هواية التصوير، الصناعة هاي اليدوية يوميا، يعني أنا إذا دخلت عليها في أي وقت بدون موعد هي تشتغل الله يحفظها. فمسوت لي هذه هدية حق المتحف، قرية كاملة حرمة على الكاجوج وهاوي راع الماي والحمار وإلى آخره. ولا تقرب على الصورة، عندنا تحفظ هني ما عليه. زين، فنحن نقول ان النساء الامارات يعني ابدعوا في كل شيء. هل الكاميرات كلها من ولا هذا جزء بسيط؟ عندها غرفه كامله كلها كاميرات، وهذا اعطتنا اياهم حق المتحف بما فيه الستاند، وعدد مهول كمان من جيل دكتوره، لا كبير يعني اكبر من جيل اخر، لكن الله يعطيها الصحه والعافيه، يعني عطائها لا يتوقف. نقدم شخصية جديدة كل سنة، أقدم شخصية جديدة، وهالمرة بتكون من مواليد عجمان اللي بنتكلم عنها إن شاء الله. يعني هي لا، المهم هي شو، ليش بنحتفل فيها؟ اسمها هاجر، بنحتفل فيها لأن هذه المرأة ممكن نقول يعني أنها كانت من أول النساء اللي احتفظوا بمكتبة. هي من مواليد 1910 وكتبها مطبوعات 1800 وشيء، ومكتبتها لين اليوم موجودة. فابنها محمد أمين غياث أهدانا الكتب وأهدانا مقتنياتها، وبنقدمها إن شاء الله بعد شهرين بمناسبة مرور 10 سنوات على متحف المرأة اللي ما حد يجي. يعني ما علي، سامحونا يا جمهور خالد الخالدي، ما يونا غير الأجانب وحياهم الله، لكن يعني نبغي مدارس الحكومة تشوف تاريخ بلدها. هاي مجموعة الزيارات اللي جتنا، الشيخ أمي الخليفة طبعا، الشيخ نهيان على طول دائما، الشيخ مايد بن محمد، لكن هذيل الشواب هني الله يرحمهم، هذا مدير متحف عيمان، وهذا الشاعر راشد العصري يو يزورون طبعا، ضاحي خلفان ما قصر بو فارس بزيارته. هاي الصورة وايد أحبها، هاي أنا ويا الشيخ زايد في أول ثانوي، وكان بيني وبين الحوار زادت ما تحاكين دكتور. شوف يصفق لي، كان عايبن الكلام اللي أقوله. نعم، الخالات بعد يجون يزوروني، الحريم الكبار والأجانب الحقيقة كثير يستمتعون. هذا عبد الله بن زايد. نعم، الشيخ عبد الله قالوا لي زيارته نص ساعة، لكن هي للساعتين من كثر ما استمتع، وعطانا معلومات خاصة جدا.
عن الوالد شيخ محمد الله يحفظه يا نمرتي، وهاي كلمة اللي كتبها: لقد أسعدني هذا العمل الوطني الجبار الذي يعكس قدرة بنت الإمارات على الإبداع في شتى ميادين العمل الوطني. جهد عظيم وإنجاز رائع للدكتورة رفيعة غباش لتعريف بنت الإمارات والزوار والسياح بتاريخ المرأة الإماراتية المشرف الذي نعتز به حاضرا ومستقبلا. إن إحياء تاريخ المرأة هو إحياء لذاكرة شعبنا، وهو جزء مهم من تاريخ وحضارة هذا الشعب. نحن ندعم هذا العمل الخلاق، والله يوفق الجميع لما فيه رفعة الوطن. الشيخ محمد بن راشد، يعني شو أجمل من شي هدية؟ هاي أعمال فنية جميلة. أعمال فنية جميلة. نعم. أنت بترويني أعمال فنية جميلة. هذا العمل يعني استثنائي. أنا طرشت الثوبين هاي جاتني هدية، واحد من آمنة الله يرحمها بنت أحمد بن خلف العتيبة، واحد من شخصية ثانية من دبي، وسوتهم لي على هيئة تمثال مستخدمة مادة الرايزن. وإذا تلاحظ كذلك خالد، الثوب هذا هو اللي شفتوه، ثوب الشيخة حمدة، حولته ميثد ميثان، مشهورة عندها تقنية لا هي تصوير ولا هي رسم، عندها طريقة تسويها. ويعني اسم ميثد ميثان الآن دخل حتى في قاعة المزايا، هذا يسمونه مميزين، لا اللي في شو اسم القاعة، قاعة كريستي، يعني بيع لوحة لبشت الشيخ راشد بن سعيد في قاعة كريستي. طبعا معتز ان هذا عمل الفنانة العالمية فاطمة بنت عبد الله بن حسين بن لوتا، فاطمة لوتا مشهورة، اللي تابع طبعا انستغرام اشوفها ما شاء الله تنزل في اليوم 3 لوحات. هاي ام حسين بتليفونها اليومي ويلستها برا الحوي، في الحوي يعني برا على الفيلا، يمارسون الحريم أعمالهم بالتليفون وبكل حشمة ووقار. ومثل ما قلت لك تحت لازم معدلات ومزينات وفي غاية الأناقة. سبحان الله، سبحان عليك. الحين كم مرة أتوقف عندها هالصورة وأحاول أني أستنزف منك كلمة واحدة، ما إبراهيم ليش ما تقولين والدتي؟ هي حاضرة يعني، أمي الله يرحمها والدتي عوشة 24 ساعة. أمي متوفية الحين من 31 سنة، لكن ما طاف يوم ما ذكرتها أو ذكرها حد لي وما ترحمت عليها. أخفف في حديثي الرسمي شوية عنها، اللي عشان ما يعني ما أبغي الانطباع أن هذا المتحف سووه لأسباب شخصية. نعم هي ملهمتي، لا زالت تلهمني بكل شيء جميل، لكن بديت أشعر أنها أصبحت بعد شخصية عامة من كثر ما أنا الحقيقة قدمتها في أمور كثيرة. وفي كتاب جميل طلع العام عنها، الاعتزاز والانتماء للأم ترى صحة نفسية. الحين عاد يا خالد أنا ما أخذت لك إلى أيقونة المتحف، والمكان اللي بتشوفه الحين من أكثر الأماكن اللي يحبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. في زيارته المرتين كان ياخذ وقته هنا أكثر. كنت أنا أعد ديوان عن عوشة بنت خليفة وسيرتها، ولكن شعرت أني أمام قامة جميلة في الشعر وفي الأدب وفي الثقافة وقوة الشخصية، فحسيت أني لا، أنا أبغى أسوي لها شيء خاص جداً ما حد سواه. فكانت هذه الغرفة، لكنها يعني إذا بتطلع على هذا خطها عوشة بنت خليفة، وهاي النسخة الأولى وعقب النسخة الثانية. أول ما بديت أكتب الكتاب كانت بعدها بخير عوشة، وكتبت لي إهداء على الديوان القديم اللي سواه حمد خليفة أبو شهاب. يا حظك. يا حظي، نعم أني محظوظة والله. نعم. خليني أنا ببدأ لك بالآخر كلمة كتبتها في المشروع: لعلنا يا بنت خليفة قد أوفيناك بعض حقك علينا. لأن عوشة بنت خليفة وعلى مدى أكثر من 70 عام وهي تعطي الإمارات أجمل درر الشعر النبطي، لكن اللي نحن ذكرناه في الكتاب ونتكلم عنه النقل النوعي اللي انتقلتها عوشة في لقائها ويا صاحب السمو الشيخ محمد، وبدوا يتراسلون بالشعر. وتعرف أول قصيدة ردت فيها على الشيخ محمد: هب بشرته لافح ترسى
من فيوي تبين سناسه يا بلي في مسمعي همسه حركت من قلبي اجراسه ليه بذوقه تنطق الخرسه والبليد يرجع احساسه حيقول بهزه الطرسه يشبه الديباج في الماسه له قوافي كالصخر ملسه. شوف الوصف يعني المصفى من حجر ماسه كم درست بالذكاء درسه. الحين هي تراجع الشعر الشيخ محمد وكيف بترد عليه. واسفرليه نور نبراسه غصت به قوع بحري غلسه يتعب اليداف مفراسه. هني الاعتزاز بشعرها روحها في لجوجه غاصتي غطسه كل نبدانه رفع راسه بلبلت الافكار بممسه كيف حل الرمز بالماس. القصيده طويله لكن انا في رايي من اجمل هي ما كتبت عن الشيخ محمد هي في 80 قصيده عن الشيخ محمد في ديوان عوشه. يوم تقول وانت كنز هذا الجيل كله ورمز الفخر والنفس الابيه وانت ذخرنا وانت حمانا اللي قلت من الناس الحميه. هذا صوت ترى موجود هي ونبراس الوفا لين نقتدي به مثال الجود في جمع البريه تنير الارض اللي تمشي عليها الشيخ محمد كما نارت بها الشمس المضيه. فلا والله من مثلك اتابه زمانا في الاوائل والبقيه. وصدقت الشاعر في هالكلام فلا والله مثلك اتابه زمانا في الاوائل والبقيه رعاك الله فينا يا محمد وعشنا في العمار لكم رعيه فلا زادت لكم اسمى الايادي على العليا والافعال السريه. ويستاهل الشيخ محمد نفتخر بك يوم يربطنا النسب بالقوافي والقرابه والجدود تراهم يداتهم خوات الشيخ محمد والشيخ. طبعا نلاحظ في شعر عوشه ان دائما وشعر الشيخ محمد يذكرون القرابه والنسب والجدات جده الشيخ محمد ام الشيخه لطيفه بنت حمدان ويدت عوشه بنت خليفه أم حمد بنت أحمد بن خلف أخوات من الأب من قم بن مجرن. الآن نحن هني عندنا قصيدة جميلة في الشيخ زايد اللي فوق هذه سي يا محب الخير الإنساني والرئيس اللي برز دوره المفدى زايد الثاني أبو خليفة ماجد عصورة أبو خليفة ماجد عصورة مسندي ذخري وسلطاني لي علينا طالت شبورة. قمت للتصريح لياني باحترام الشان مقدورة أثني الترحيب للعاني والتجيه بنفس مسرورة نظم جيل غالي لثماني مكن مشروعه ودستوره. نعم إن مشروعه الاتحاد مكنه. عوشة بنت خليفة اشتهرت أكثر ما اشتهرت بقصائد الغزل وهم يسمون اسم غريب فراخ الهواء. يعني هي روحها عوشة كاتب بخط ايدها على دفتر وبادي هي تجمع قصائدها كاتبه عليه فراخ الهواء وعطتني اياه بنتها حمده. يا ليت لو توضحين للعرب شو الفراخ؟ وايدين يعرفوا نحن كلنا نعرفه لكن الفراخ شو؟ انا ما اعرفه. لا لازم تعرفينه. الفراخ هل السعودي يسمونه نفيش؟ لا ما تطري هذا الله يسلمك. الفراخ الفراخ هي لا هي لك ادري نعم. لكن هو الفراخ يعني الشيء اللي انا حاولت اظني في حد شرح المعنى بس ما اعتقد تقصد الفراخ اللي هو البوب كورن يعني اللي فرخ كذي. لا انا اتصور احنا لازم اذا بنتكلم عن شعر عوشه نتكلم عن الغزل اللي هو اشتهر اكثر مع ان عوشه تكلمت في مواضيع كثير الناس ما تعرفها. ويمكن قصيده غريم الشوق ما سمع العذول ولوم الحب تدهاه الدهاية على الشطات والشد حمولي ويصبر في العنا صبر الضماية ولو ما الحب ما خبت ذلولي ولا جاسيت من همي بلايا. أشرح ساعات بالإنجليزي حق الضيوف. لو ما الحب ما خبت ذلولي ولا جاسيت من همي بلايا جدا من صوبهم سلكه ريولي دوس الشوش وجدامي حفاية اللي منهم على الخاطر طرولي يقودني الهوى قود المطايا. أنا وايد تعيبني هاي القصيدة ويعيبني قوة الاعتراف بالمشاعر الإنسانية. على فكرة إحنا ترجمنا الحين بدينا في الترجمة باللغة الإنجليزية ومن أسبوع يوني من السفارة الألمانية وأعجبوا بهذا المكان وأصروا أن نترجم إلى اللغة الألمانية قصيد عوشة. فأنا يعني فرحت أن الأجانب يبون يعرفون ثقافته. المهم أنه كتبوا لي من السفارة البريطانية إن إحنا مستعدين الألمانية مستعدين نساعدك في الترجمة
والحين هذا إن شاء الله بيكون مشروعنا القادم، وهو إعداد ترجمة بالإنجليزي والألماني لشعر عوشة بن خليفة. بس هذا ترى عوشة بنت خليفة ما يكتمل الطاري عنها إذا ما طرينا بنت خالتها الشيخة ميثا بنت محمد الله يرحمها. هناك أكثر من 12 قصيدة في الشيخة ميثا. ميثا هي حاتم الطائي مال الإمارات في كرمها، و تاتن في كرمها حاتمية. قل لي وين بنلقى شراها، ولو في الناس يثمر فضل ميثا لقيت عم في الدنيا سخرها. بس هي دكتورة عندي نعم. من أوليها نعم إنسانع في رضاها نعم إنسانع في رضاها من غلاها أوافيها ومن طيب معناها، فتاة في كرمها حاتمية وقل لي وين بنلقى شراها، ولو في الناس يثمر فضل ميثا لقيت عم في الدنيا سخاها، فلا جود الوجود يكون واحد مع جود نشت به من رباها، لها خلق تحليه الشمايل وهمات بعيدات مداها، تزين بها تصاوير البشاشة بوجه ما يشين الملتقاها، إلي فكرت في الدنيا وهلها جميل الظن ميثا ما عداها. الله أكبر الحمد لله عليه. وشعر من الخاطر مو بشعر مدح، لا يعني كل كلمة مفصلة على خلق ميثا الله يرحمها ويرحم عوشة بنت خليفة. ولهني نتفاجأ أن عوشة بعد تراها شديدة في اللي يعني يغير من عادات وتقاليد البلد. هني تنتقد البنات اللي ما اهتموا بالتعليم. وانجبا الأولاد وامسا في رغيد من نعيم العيش والجمع الحمود، ما تعنت للدراسة تستفيد والولد عند المربي في المهود. وفي نقد شديد على أن نترك الطفل يتربى مع لغة وثقافة ليست لغة أهله. ونرجع هني للقصائد الغزلية، ولكن نخبر المشاهدين أن عوشة عندها كثير من القصائد الدينية. وآخر قصيدة ختمت بها سيرتها الشعرية ثم اعتزلت الشعر رغم أنها كانت في قمة أوجها ونشاطها الشعري، هي قصيدة ربي يا واسع الغفران انزع الغلة من قلبي، لا تزغنا عن الإيمان واهدنا أحسن التربي أحسن الدربي، نظرة يا عظيم الشان منك يا كاشف الكربي، منا بالعفو يا منان وأنت يا خالقي حسبي، مل قلبي من العصيان يا رجا الفوز والقربي، ينقضي العمر والأزمان كالسويعات في لعبي، ليس مولاي لي برهان غير صفحك عن ذنبي، ويسير من القرآن حين ألقاك يا حسبي، جنة نورها الرحمن سقفها العرش والحج، منزل الحور والولدان ماؤها بارد عذبي، مهرها غالي الأثمان تتقي الله في الكسب، ورجوعا إلى الديان بالجوارح والقلب في خضوع وفي كسران بالتضرع والرغب، وكذا خمسة الأركان قم بها تمنح الوهب، يوم نحشر إلى الرحمن والوفود على النجب، يتلقى لنا رضوان بالسلام والرحب، ادخلوها بعفو كان عند من يغفر الذنب، نحن والمصطفى جيران بيننا قد صفى الحب. يا رب أن كلام عوشة ينطبق علينا نحن بعد. آمين يا رب. بخصوص تبرع حياة عبد الله بن محمد المسعود، يعني نعم مجموعة من السيارات وما بالسيارات هاك الوقت نعم، ومن غير ما ياخذ اي مردود عنه. لا انا بعد بعطيك قصه ثانيه. انا يوم كنت في البحرين صديقتي الشيخه مي الخليفه تقول انا وصلني مبلغ كبير من عبد الله المسعود اللي ما اعرفه، قالها سوي به مشروع. هذا انا اول مره اقوله. وسرت له، انا زرت عبد الله المسعود وخبرت بشكر الشيخه مي لمبادرته، سويت به مشروع المبلغ، ويومها كان مسوي عطور واهداني عطور من انتاج روحها الله يرحمه ويغفر له. لا عمل الخير انا في رايي انه لازم يذكر، لان نحن لان قدوه الناس تقتدي بها. اليوم بالذات نعم. اليوم الصبح كنت اتكلم نعم. عن هالموضوع، والشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ذكره في كلمه اللي القاها في ايام اظن بدايه يوم الشباب كانوا نعم. نرد الموضوع لنا. المهم هذا متحف صغير عن عوشة. هذا. إيه هذا متحف عنها. لو تشوف أغراضها، برقعها، جوازها، بطاقتها، ها شيء من مكتبتها عودة ما شاء الله. وبعد يعني كنت محظوظة أن أعطوني إياها جائزة أبوظبي من الشيخ محمد.
هاي سويعيته، هاي السويعية اللي الناس أمس يقولون ماشي سويعية، هاي سويعية هذا للخبايل اللي الحين مسوين عمرهم. هاي كل الجوائز، هاي الجائزة من الشيخ سلطان بن محمد، طالبات الجامعة، مهرجان طار الإمارات، ما شاء الله عندنا أشياء كثيرة. لكن أبغى أراويك شيء، ما أدري هذا ليش نزلوه تحت، كان هني هذا الله يسلمك، رسالة شوف تاريخها سنة 64 من عبد الله محمد الطائي، عوش بن خليفة، يبدو أنه سجل يبدو 1 2 3 إيه، إنه كان يعني عنده سوى مقابلة صوتية بيدعونها في إذاعة محلية، ويبدو أنها غيرت رأيها وطلبت أنه ما يذاع، فكاتب لها رسالة جميلة يعني أن يستغرب من أنها ما تبغي تذاع هذه المقابلة، ويقولها والتقاليد التي أشرت إليها جميعا نقدرها بل ونقدسها، وأنا بنفسي لا أوافق مطلقا في الخروج عليها إذ كانت وليدة العقل، المهم وثقي أن أشعارك ثقافة، والمقابلة التي أجريناها، أنا مو قادر أشوف ما عندي نظارة بس أنت قراها الحين، أجريناها معك معها واحد المذيع أحمد البشير، كانت تدل على علمك وثقافتك وتبقى برهانا حيا في الأصالة للأدب عند المرأة. هني هاي القاعة نتشرف بأن كل هالكتب مؤلفات نساء الإمارات، وإحنا كلنا مركزين على عقل المرأة. والشيء الثاني الله يسلمك، هني نسوي محاضراتنا، نعرض أفلام سينمائية من إنتاجنا، وبراويكم فيلم مدته بس 3 دقائق، يعني لو شيء بس طرفة تهتموا به. هاي كتب عن المرأة بشكل عام، إنما هاي مؤلفات نساء الإمارات. تصادف هاي مدرستنا، مدرسة آمنة. أنا الحقيقة يعني ما أكلمك أنت الحين، أحس أكلم الناس اللي دوم يتكلمون عنك، أنا ما عندي سناب شات، لكن حديثي اليوم لكل متابعينك، وحديثي للناس اللي يحبون أوطانهم ويحبون تاريخهم ويرون في هذا التاريخ امتداد لهذا المستقبل، لهذا الحاضر الجميل والمستقبل القادم إن شاء الله. متحف المرأة مو مثل المتاحف الجامدة اللي الناس حطوا فيها مقتنيات وساروا، متحف في روح متجدد، في حياة، نحن الحريم له ويحاليتنا. نعم، نحن هذا يعني هو توفيق من الله، يعني أنا كنت أشتغل بخبرتي المتواضعة، أنا عندي خبرة في العلم والتعليم والطب، ولكن خبرتي في المتاحف استقيتها من كثر زياراتي، ولكن وأنا أشتغل يعني كان في نوع من الإلهام يجيني أني أسوي شيء وأسوي شيء. ما أن تحدثت عن هذا المشروع إلا بدأوا الناس يتواصلون ويجيبون أغراض يداتهم وأهاليهم، وإلى الآن يعني وإلى الآن، ويمرون بعد فترة وين صروال البادلة، أبو بادلة ما لأمي ما حطيتي وين كذا، تعرف هاي التفاصيل الصغيرة لها طعم ولها معنى كبير. نحن جيل عشنا زمنين، زمن التحول وزمن هذا العصرنا إلى أقصاها، إحنا سعداء بهذا، لكن نحن بعد أتيح لنا أن نقبض على لحظة من التاريخ وأن نوثقها في هذا المتحف وفي كتب المتحف اللي الحمد لله يعني 5-6 إصدارات آخرها موسوعة المرأة الإماراتية التي وثقت إلى 660 امرأة، والحين نحن نشتغل على الجزء الثاني. المتحف متحفكم، واللي عنده غرض ويبغي يوثق لسيرة أهله حياه الله، سواء في المتحف أو في الموسوعة، وبشرك توني الحين أذهب متحف ثاني بزوره في زيارتك القادمة إن شاء الله. دكتورة نحن على فكرة كان أول نحن ربينا أول بعد أول أيامي، لكن سرت بضبي يوم كملت عمري 6 سنين أظني. صلاح أخوي مقطوع سر في دبي في الشندقة بين بيتنا وبيت وقصر حياة الشيخة بالتسعيد، يمكن أظني فج براحة صغيرونة على يميننا بيت قوم بنحارب مشاهد بيوت لا أنت ذكرتني عاد إنسانة لازم أذكرها أحبها وايد في الشندقة، الشيخة رفيع بنت بيات بن محمد المر الله يرحمها، كانت
بالنسبة لنا أم كانت صديقة وأخت للوالدة. زين، وبخبرك يوم أنا في رابع ابتدائي كان جايبي لها دفتر شيكاتة، كان نقول أنا بس ما أعرف أوقع. قلت لها أنا أمي رفيعي بعلمت وحيد، ودتني أمي سعادة في عبرة وصرت الشندغة ويلست راوي أمي رفيعي شقي وقونا تحرس التوقيع لازم شخبطان، فيعني نكتب اسمها ونشخبط. لكن بقى معاها هذا التوقيع إلى يعني آخر أيامها، دوم يوم ما يزورها تقول لي تحيديني ومتعلميني التوقيع. قلت لها كنت في رابع ابتدائي هذيك الأيام. يوم بنطري سالفة مدية، بنطري ديوان عوش بنت خليفة اللي ساعدتني فيه وايد الوالدة مدية بنت محمد بن أحمد بن خلف العتيبك، ما شاء الله عليها حافظة كثير من القصائد هي، وحمد بنت راشد بنت الشاعرة. وهذه هدية لك 150 قصيدة العوش بنت خليفة بصوتها، شيء لها وشيء تعدهم بيكون كذي من داخل الله يسلمك. أنا أحس أنا برد لك على مدية، لكن أنا أحس أني خدمت الجيل الصغير بأني حفظت له شعر عوشه، واليوم كلهم يرددونه ويسوون منه فيديوهات وكليبات لكن أأمل، وهاي رسالة للجميع، أن ما حد يحط لي صورة ويقول هاي عوشه بنت خليفة. عوشه بنت خليفة ما لها صورة في الميديا. وها كتاب عن أمي الله يرحمها اللي وثقت فيه ذاكرة الديرة هني. نعم. كلها هي وأهلها، مو بس عن أمي، عن كل هالديرة، وهذا هالديرة ووثقنا عن الذهب ووثقنا عن المنيرة. خاص بس عن الذهب دكتورة؟ ذهبنا نعم، هاي كل ذهب الإمارات، والحين ما تدخل دكان ذهب إلا عندهم هذا الكتاب. لا بغيت كتاب منير المزروع بعد. الحمد لله الله مبارك لي في الوقت وكل سنة أطلع كتاب. اللهم لك الحمد. الحين أنا عاد بخبرك عن سالفة عرفتها عن الوالد. امرأة مبدعة من الشارجة اللي هو عن منيرة المزروع. هالكتابين سويناهم بالعربي والإنجليزي عشان ضيوفنا الأجانب. أنا عاد الله يسلمك أعرفك من زمان من خلال حديث الوالدة مدية العتيبة عن والدتك عوشة الله يرحمها. فدوم تخبرنا الظاهر كانوا يران، وقالت لي معلومة، قالت لي ترى هي تزوجت أكثر من مرة. ومرة مطرشت لهم عيش ولحم ما زواجها، وكأن الشيخ دلموت دخل كان يقول أو يعني محمد بن أحمد بن خلف العتيبة، وقالهم كل سنة وكل حول، قالوا له يعني تباها تعرس كل سنة وكل حول. وقصص جميلة عن وقتهم وعن سوالفهم. بحاول أستعيدها مرة ثانية من أم جمال وبخبرك عنها إن شاء الله. أنا أشكرك على هاي الزيارة أستاذ خالد، ما كنت أتوقع أن بنجلس ساعتين نتحدث، لكن يوم يجيك حد محب للتراث أنا بعد تيني حالة من البهجة في الحديث. شكرا جزيلا دكتورة، حياك الله يا خالد.